نستعرض معكم في فقرة سبورت فور أول ستار مقتطفات من مسيرة قائد الأبيض المونديالي النصراوي البارز الكابتن عبد الرحمن محمد. ولد عبد الرحمن محمد في أكتوبر 63 بمنطقة هور العنز في دبي. بدأت علاقته مع كرة القدم في المدرسة في سن مبكر، وكانت للعين الخبيرة لكشاف المواهب بقلعة العميد دورا كبيرا في إبراز موهبته. بداية المشوار كانت في 12 من عمره في المراحل السنية للنصر عام 75، وبأمر الوالدة تحول عبد الرحمن محمد من حارس مرمى إلى مهاجم بسبب الإصابات التي تعرض لها، وبعد ذلك بدأ مشوار النجومية. فتنبأ له المدرب الشيخ طه إسماعيل بالتألق في المستطيل الأخضر عندما كان يدرب فريق 14 سنة. ليس هذا فقط، بل طلب المدرب الإنجليزي الشهير دون ريفي بتصعيده من فريق تحت 18 للفريق الأول بداية عام 80. ولم يكتفي بذلك، بل واصل التألق لينضم عام 81 إلى قائمة المنتخب الوطني الأول مع المدرب حشمة مهاجراني، لينال النجم العميد شرف ارتداء شعار الأبيض وهو في سن 18، ويشارك بعد ذلك في العام 82 ببطولة كأس الخليج السادسة التي استضافتها الإمارات، ثم في كأس الخليج السابعة التي استضافتها سلطنة عمان عام 84. ارتدى عبد الرحمن محمد القميص رقم 10 مع النصر بعدما تسلمه هدية من النجم الكبير سالم بوشنين. وفي مسيرة عبد الرحمن محمد الكثير من الأسماء، لكنه يعتبر الشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم من الشخصيات المؤثرة في مسيرته، وهو بمثابة الأب الروحي. وساهم عبد الرحمن محمد في حصد النصر 6 بطولات في الفترة الذهبية للفريق في الثمانينيات، وهي كأس رئيس الدولة عام 85 وبطولة الدوري عام 86، بالإضافة إلى الفوز ببطولة الدوري المشترك وكأس رئيس الدولة، وفي عام 87 بلقب كأس الاتحاد قبل أن يفوز عام 89 ببطولة كأس رئيس الدولة. ولن ينسى النصراوي عبد الرحمن محمد عام 90، لأنه شهد الإنجاز التاريخي بالعبور إلى مونديال إيطاليا لأول مرة بتاريخ الكرة الإماراتية. وتوالت اللحظات التاريخية في مسيرة نجم النصر بعد العودة من مرحلة التصفيات الأخيرة في سنغافورة، وذلك بالاستقبال التاريخي في المطار بوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ثم اكتمل المشهد بلقاء تاريخي مع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في قصره بالعين. وبعد 17 عاما مع العميد النصراوي اختتم نجم النصر مسيرته بتجربة جديدة مع بنياس عام 97 لمدة موسمين. وجاء مشهد الختام في 2001 بحفل اعتزال رائع يتناسب مع مسيرة عبد الرحمن محمد بوجود أسطورة ألمانيا لوثر ماتيوس، والذي تجمعه علاقة صداقة رائعة معه. وسطع نجم عبد الرحمن محمد خلال مسيرته المهنية في مجالات رياضية متنوعة، منها التحكيم والتدريب والتحليل التلفزيوني وأخيرا العمل الإداري. كل هذا وأكثر في سبورت فور أول ستار، تابعونا.